السلام عليكم. عندما كان الفنان الكبير أيوب طارش يصلح بأغنيته الشهيرة فعاد الزمان وعادت عدن، كان ذلك انعكاسا سرمديا إلى أهمية عودة عدن وعودة الدولة اليمنية في الوجدان اليمني. مؤخرا كانت أهم لحظات التجلي في عدن هي لحظة عودة المفلح وخطابه ذائع الصيت الذي حظي باهتمام شعبي واسع، كونه خطاب له علاقة بمفهوم الدولة اليمنية الحديثة، واستطاع فيه المفلح إلى حد ما أن يقول كلاما له علاقة بما يختلج في صدور الناس. لكن لا سلطة محلية الآن في عدن، وتبدو الحكومة هي كل السلطات في نمط مركزي واضح التكريس من باب الوزارة إلى بوابة المدرسة، بينما تظل اللامركزية هي الحلقة المفقودة في زمن فقدان الدولة اليمنية المؤسسية. الشلل الذي تعيشه مؤسسات الشرعية وخصوصا السلطات المحلية يضع علامة استفهام كبيرة بحجم الفراغ الذي خلفه المحافظ المفلح في عدن والمحافظ المعمري في تعز، وكذا السلطة المحلية في حضرموت التي يبدو أنها مستقرة لكن لا حركة تنموية إلى اللحظة. المساوي اليمني يفتح سؤال الشلل في مؤسسات الشرعية ويحاول أن يتلمس الحلقات المفقودة التي تحول بين المواطنين وبين حضور الدولة في هذه الظروف العصيبة التي تعيشها بلادنا. مشاهدينا الكرام، حول فراغ المؤسسات والتركز المركزية ستكون حلقة المساوي اليمني لهذه الليلة، وللنقاش ينضم لي في الاستوديو البرلماني اليمني الأستاذ شوقي القاضي. أهلا بك أستاذ شوقي. أهلا وسهلا، حياكم الله. إذا مشاهدينا الكرام، سنتابع هذا التقرير ومن ثم نبدأ في النقاش. بنداغر يوجه قوات خفر السواحل بسرعة إنقاذ سفينة أسد الدين. خبر تناقلته عدد من الوسائل الإعلامية على هذا النحو، إنقاذ السفينة على أهميته لم يكن يحتاج لتوجيه من رئيس الوزراء كما يقول البعض، وكذلك تموين محطة الكهرباء بالوقود وغيرها من التوجيهات التي تعد من صميم عمل مؤسسات السلطة المحلية، وهو ما يشير لأن ثمة مركزية واضحة من رئيس أعلى سلطة تنفيذية في الدولة. بين حضور الحكومة في عدن وغياب المحافظ تتضح الحلقة المفقودة أكثر من أي وقت مضى، فبينما يقوم رئيس الوزراء في عاصمة الدولة بمهام سلطة محلية حتى في أدق التفاصيل من براميل الديزل إلى افتتاح الحدائق وزيارة المدارس وتفقد الأحياء في المديريات، تعيش السلطة المحلية في عدن فراغ الغياب، خصوصا بعد مغادرة محافظ عدن عبد العزيز المفلحي في منتصف أغسطس إلى الرياض، وهو أمر يكرس الصورة المركزية التي تتضح في عدن وتشير بالأصابع إلى الفراغ المؤسسي الذي يؤكد أن المؤسسات الحكومية في عدن لا تزال شبه مشلولة ولا تزال محور الصراع. كان خطاب محافظ عدن الأشهر الماضية واضحا وجارحا، خصوصا فيما يتعلق بلوبي الفساد الذي عمل على تجريف الموارد المالية للمؤسسات الإرادية وعزمه على خوض معركة مكافحة الفساد في أجهزة الدولة، لكنه غادر عدن إلى الرياض ولم يعد. يتساءل مراقبون عن سبب عدم عودة المحافظ وتلاشي الحديث عن المجلس الانتقالي الجنوبي، لتأتي الإجابة محملة على أكف تكهنات سابقة حول صفقة سياسية تقضي بالإطاحة بالمفلح مقابل تجميد نشاط المجلس الانتقالي الجنوبي بشكل كامل. إلا أنه من المؤكد أن تحركات بنداغر تقرأ في سياق محاولة إثبات الحضور في عاصمة الدولة المفخخة بالتطرف حينا وبالأجندة المتعارضة مع فكرة الدولة أحيانا أخرى، غير أن معركة الضرورة لا تمضي بمعزل عن استعادة الثقة بالحكومة، خصوصا فيما يتعلق بالأولويات، منها صرف الرواتب والملفات العالقة خارج مربع العاصمة عدن، ومنها أيضا ملف الجرحى والإغاثة وتعزيز أداء المستشفيات والخدمات الطبية وتحرير بقية البلاد. بين هذا وذاك تظل مسؤولية الفصل بين مهام مؤسسة الرئاسة والحكومة والسلطة المحلية وتحديد مصفوفة الأعمال الإدارية والسياسية أولوية هامة لإعادة ترتيب الأوضاع الإدارية وتفعيل دورها في عاصمة الدولة المؤقتة وبقية المناطق المحررة. أجدد ترحيب بكم مشاهدينا الكرام، كما أجدد ترحيب بضيفي هنا الأستاذ شوقي القاضي البرلماني اليمني. أهلا بك أستاذ شوقي. إذن دعنا نبدأ، كيف تقيم عمل مؤسسات الدولة في المحافظات والمناطق المحررة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا منذ البداية استبشر اليمنيون خيرا بأن الشرعية ووراءها التحالف كله سيصنع من محافظة عدن كبداية نموذجا للدولة التي يسعى اليمنيون لاستردادها ويسعى اليمنيون لتعزيزها، ووعد التحالف بالمضي في ذلك. لكن للأسف مرت فترة طويلة
يعني أصيب اليمنيون بإحباط عندما ما صنعت مدينة عاصمة، يعني شبه إجماع لدى الكثير من اليمنيين أنهم يريدون عدن عاصمة، سواء كانت بديلة أو عاصمة مؤقتة لا تفرق. لكن للأسف بدأت بالأحداث الأمنية، بدأت بإعاقة عمل المحافظين، اغتيال المحافظ السابق، بدأت بأجندات واضحة تماما من قبل التحالف أنها ليست منسجمة مع مراد اليمنيين ومع ما يعلن للجميع. وجدت اغتيالات استهدفت نشطاء عدن، هي لم تستهدف تيار واحد فقط، هي استهدفت هذه الاغتيالات استهدفت كل من كان يمثل نواة لليمنيين بشكل عام ولمواطني محافظة عدن. وإذا استعرضنا أسماءهم ستكتشف هذه النقطة، وهذا أمر مريب عليه أكثر من علامة استفهام. لماذا استهدف هؤلاء الناس الذين يمثلون دعامات يعني استقرار ودعامات التفاف للمواطنين حول دولتهم ومحافظتهم؟ وبالتالي للأسف يعني للأسف كان الأداء ليس ضعيفا، كان الأداء سيئا ومريبا بصراحة. يعني نتحدث عن أداء التحالف هنا الآن بشكل عام، أم بشكل عام نحن نعم طبعا إذا تحدثنا عن الشرعية ينبغي لا نحمل الشرعية أكثر من إمكاناتها. إذا قلنا الشرعية نعم هناك سوء من الشرعية ذاتها بالإمكانات المتاحة والمتوفرة، لكن هناك أيضا سوء آخر مركب يكون عندما يكون أيضا من التحالف. ولهذا عندما أعلن رئيس البنك المركزي بأن طائرة المرتبات منعت، من منعت بالضبط؟ منعت من التحالف ولم تمنع من الشرعية. إذن أمامنا مشكلتان، مشكلة سوء أداء الشرعية ومؤسساتها بدءا بالرئاسة مرورا بالحكومة وهيئاتها المختلفة، وعندنا سوء أيضا وريبة من قبل التحالف الذي مارس أشياء جدا ليست غير مبررة وغير مفهومة تماما. طيب هذا يدفعنا إلى التساؤل، نحن عندما نقوم بانتقاد الأوضاع نوجه النقد باعتبارنا يمنيين للحكومة الشرعية للرئاسة باعتبارنا يمنيين في نهاية المطاف، أم نتجاوز ذلك الأمر ونتجه للتحالف العربي باعتبار أن هناك نوع من الوضع الاستثنائي؟ هل يعني بات القرار اليمني خارج نطاق الرئاسة يعني الشرعية، كان يعني إقليميا أكثر؟ 100% أخي الكريم، لدينا شرعية، لديها إمكانات متاحة في بقدر ما، ولدينا تحالف أعلن رسميا على مستوى العالم، ومؤتمر الرياض كان عبارة عن تسليم قرار اليمن للتحالف. وبالتالي ليس هناك شيء، يعني دعونا من أحيانا من يعني من أن نكذب على أنفسنا. التحالف الآن هو صاحب القرار الأول بموجب التدخل بغض النظر أين يتفق الناس وأين يختلفون، لكن التحالف مسؤول، وبالتحديد المملكة العربية السعودية التي لجأ إليها الرئيس هادي وطلب مساندتها، فأعلنت هي تحالفا حشدت له ولم تتنكر بأنها رأس الحربة في موضوع التحالف. وبالتالي عندما ننتقد المشهد اليمني بشكل عام ننتقده بشقيه، ننتقده بشق الشرعية الذي أنا أقول أنه ليس ضعيف وإنما سيء، هناك سوء بأداء الشرعية وفق الإمكانات المتاحة. على سبيل المثال هناك بعض الإمكانات متوفرة لدى الشرعية وتعلن الشرعية بأنها تمتلكها، سواء كانت يعني إمكانات مادية أو إمكانات غيرها، لكن أين أداؤها بالضبط؟ أين تنفيذها بالضبط؟ على سبيل المثال مركز الملك سلمان على يعني أحد أدوات التحالف بمساندة الشرعية في الجانب الإنساني، يعلن عن صف يعني عن 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 معونات وهبات يعني بمبالغ مهولة، ثم لا يعرف الناس أين تذهب هذه المعونات. هناك مرتبات تصرف في المجال العسكري، هناك ذخيرة تصرف في المجال العسكري. إذا عندما ننتقد الأداء يعني الأداء في المشهد اليمني ننتقده بشقه الشرعي اللي هو الشرعية، وننتقده بالشق التحالف، وكل له
ليس ضعفه كما قلت مسؤولية سوء إدارته. مفهوم. طيب الآن يعني أنت برلماني، البرلمان هو من يراقب عادة أداء الحكومة، وهو من يحملها المسؤولية إذا كان هناك فشل، وهو من يعني يمنحها الثقة إذا كان هناك نجاح. في ظل الأوضاع الراهنة هناك من يتحدث على أن الأداء السيء هذا بسبب غياب الرقابة البرلمانية. أنتم كبرلمانيون كيف تحاسبون الحكومة الآن؟ كيف تحاسبون الشرعية؟ أنا بداية أؤكد على نقطة مهمة جدا، أن الوضع في اليمن ليس طبيعيا حتى تسير مؤسسات الدولة وفق الدستور والقانون بالسير الطبيعي. هذه نقطة أولى. نحن في حالة طوارئ بكل نعم. الأمر الثاني، أرجو أن لا يفهم الإخوة في الحكومة، لأن هذا الفهم أصلا سيؤدي إلى تعنت بتهيئة الأوضاع للبرلمان. البرلمان يعي، أعضاء البرلمان وأنا أحدهم، نعي تماما مسؤولياتنا في الظرف الراهن، ونعي كيف نساعد ونتعاون مع الحكومة لأداء أفضل. ليست المسألة مسألة مراقبة أو مكايدات. لماذا؟ لأن النواب يمتلكون من وسائل التواصل مع دوائرهم ومناطقهم وقراهم ومدنهم ما لا تمتلكه الحكومة، وبالتالي سيكون لدى الحكومة إن شاءت برلمان يتواصل معها، يقرب لها هموم الناس، يقرب لها القضايا بطرق منطقية تتناسب مع الواقع. هذا أمر. الأمر الثاني، صحيح أن هناك من يتعنت لا يريد للبرلمان أن ينعقد، سواء على مستوى التحالف أو على مستوى الشرعية، قلتها مرارا وتكرارا. ممن مثلا؟ يعني في التحالف من وفي الشرعية من؟ ليس هناك مشكلة في التسميات، أنا يهمني فقط أن جزء من التحالف الذين يرون أن التحالف، أن سير التحالف ليس طبيعيا، لا يتواءم مع الأحلام التي يحلم بها اليمنيون ولا مع الوعود التي وعد بها اليمنيون، وبالتالي هذه الأجندات المنحرفة عن مسيرة التحالف المعلن عنها والتي بدأت بمؤتمر الرياض وبشعار مؤتمر الرياض في استعادة الدولة، اليوم سنوات منذ انطلق التحالف هناك انحراف في الأداء، هناك أجندات دخلت لا يعرف أحد. هذه الجهات المشبوهة، أنا لا أسمي هنا الآن، كل من سيعيق عودة البرلمان وانعقاد مؤسسات الدولة سيكون تحت هذه التسمية. هل من ضمنها الحكومة الشرعية؟ أستطيع أن أقول أن هناك مكونات في الحكومة الشرعية يقلقون من أن يأتي برلمان أنا أقول يتعاونوا معهم وهم يتصورون أنه سيحاسبهم. طيب دعنا نشرك معنا في الحوار أستاذ شوقي. السيد غمدان شريف السكرتير الصحفي لرئيس الوزراء من عدن، أهلا بك أستاذ غمدان. أهلا وسهلا أخي العزيز، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليك وعلى ضيفك العزيز وعلى جميع المشاهدين. أخي العزيز حياك الله أستاذ غمدان، أهلا وسهلا بك. إذن يعني هناك تساؤلات حول هل من بين اهتمامات الحكومة اليمنية خصوصا في عدن، هناك عاصمة مؤقتة الآن بحاجة إلى نهضة ويعني تقديم نموذج جيد منها، هل من أولويات هذه الحكومة تفعيل دور السلطات المحلية فيها؟ دعني أخي العزيز قبل أن أجيب على سؤالك، أنا أعلق، سمعت مداخلتكم ومن البداية وتطرقتم إلى السلبيات للحكومة الشرعية. نعم نقول هناك سلبيات ولكن هناك إيجابيات كبيرة لم تتطرقوا إليها. حين عدنا إلى عدن، كانت عدن عبارة عن قرية الخاوية بعد حرب الميليشيات الإنقلابية. عدن اليوم أصبحت هي والمحافظات المحررة تنعم بالأمن والاستقرار وكذلك المرتبات والخدمات الأساسية. هناك إيجابيات كبيرة لم يتطرقوا إليها وهي كثيرة جدا، أولها صرف مرتبات الجيش والأمن ومرتبات الموظفين المدنيين، الذي لا يوجد لدينا موظف واحد في هذه المحافظات المحررة إلا ويستلم راتبة. الحكومة أرسلت مستحقات الطلاب المبتعثين. لذلك مع أخذ السلبيات يجب علينا أن نتذكر أننا ما زلنا نعيش في مرحلة حرب، وحرب في ظل قلة الإمكانيات والإمكانيات المحدودة. السلطات المحلية في المحافظات المحررة تقوم بعملها وواجبها بشكل آلي، وتذهب جزء من الإيرادات إلى هذه المحافظات المحررة. على العكس، رئيس الجمهورية أعطى 20% من الإيرادات المركزية لصالح هذه المحافظات لدعم التنمية فيها، وقد تمت هناك تنمية حقيقية في هذه المحافظات المحررة. حين تمشي اليوم في شوارع عدن تشهد هناك ورشة صناعية متكاملة، الكهرباء كانت في عدن بنسبة 10%، اليوم تحسنت بنسبة 80%.
الوقود ياخذ مبالغ كبيره. الحكومه اليوم تدفع قيمه الوقود بنسبه 100%. تحملت الحكومه اعباء كبيره جدا في هذه الظروف الصعبه لم تتحملها اي حكومات سابقه. هناك عمل ايجابي اذا عدت الى العاصمه المؤقته عدن واخذت بعض الاراء المواطنين ستجد لديهم الشعور الطيب بتواجد الحكومه وبعملها وبادائها. هناك من يشوه الحكومة الشرعية في الإعلام وفي وسائل الإعلام المختلفة أو من لم يعيش في الواقع. أستاذ غمدان. أو لم يتواجد. نعم. لكن التساؤل يعني التساؤل المطروح الآن، أنت تتحدث الآن عن تسليم رواتب، هناك من يقول وهناك أخبار يقولون أنها مؤكدة أن مأرب وتعز لم تتسلم بهذا الشكل الذي تتحدثون عنه كمحافظات. هناك أيضا يعني الحديث دائما عن توجيه لرئيس الوزراء لصرف المرتبات، توجيه مرة أخرى لصرف المرتبات للعسكريين. الأخبار تتوالى في هذا الشأن مع أن الأمر يعني يعتبر بديهي ولا يحتاج توجيها في العادة صرف يعني صرف مرتبات الموظفين، لماذا يحدث كل ذلك؟ أخي العزيز، نحن ذكرت لك أن هناك ظروف صعبة تعيشها اليمن جراء الحرب الإنقلابية، خاصة مرتبات الجيش والأمن. نحن ندرك أن رواتب الجيش والأمن الفاتورة الشهرية 37 مليار ريال شهرياً، لأن رئيس الجمهورية دمج المقاومة إلى الجيش وكذلك أسر الشهداء والجرحى. حين نذكر 37 مليار ريال رواتب شهرية فهي للجيش والأمن وكذلك الأسر الشهداء والجرحى. اليوم لا يوجد لدينا أسرة شهيد إلا وتستلم راتب، لذلك هناك تكون ظروف صعبة. دفعنا 5 شهور من مرتبات الجيش ابتداء من نوفمبر وديسمبر وأبريل ومارس وكذلك هناك ترتيب. طيب أستاذ غمدان، يعني في نقطة مهمة يعني بالنسبة للعامة، بالنسبة للرواتب، هل تم صرف جميع الرواتب بالنسبة للموظفين في جميع المحافظات ولكل الأشهر؟ نعم نعم نعم، تم صرف جميع مرتبات الموظفين المدنيين المتقاعدين عسكريين ومدنيين في جميع المحافظات المحررة دون استثناء. نضع دائرة على محافظة تعز التي صرف لها مرتبات التربية والتعليم، لأن تعز السبب الجوهري يعود إلى أن إيرادات محافظة تعز تذهب إلى الميليشيات الإنقلابية في صنعاء، ولم تستلم الحكومة ريالا واحدا من إيرادات محافظة تعز إلى يومنا هذا. أما بالنسبة لباقي جميع المحافظات المحررة فهي تستلم مرتباتهم نهاية كل شهر، وفي حالة أن الموظف لم يستلم راتبه فعليه اللجوء إلى الوزارة المعنية إليه أو تقديم طلب إلى الحكومة الشرعية التي رئيس الوزراء دشن بوابة إلكترونية. ولم نستقبل شكوى واحدة من موظف لم يستلم راتبه، لا توجد لدينا شكوى واحدة من موظف لم يستلم راتبه، لأن جميع المرتبات الموظفين المدنيين والمتقاعدين عسكريين يستلموا رواتبهم ونهاية كل شهر دون أي توجيه. طيب أستاذ غمدان، أرجو أن تتفضل بالبقاء معي. هي العسكرية والأمنية. نعم، أرجو أن تتفضل بالبقاء معي أستاذ شوقي. سمعت ما تفضل به الأستاذ غمدان، هل من ملاحظات أو تعليق حوله؟ بداية أخي غمدان أحييك طبعا، وأحيي تواجد الأخ رئيس الوزراء في عدن، وأحيي أن هناك لا ينكر أحد أن هناك شيء من التحسن في بعض الخدمات. أنا اليوم تواصلت مع والدتي في محافظة عدن وآخرين، وهناك شيء من التحسن في بعض الخدمات، لا سببها طبعا وجود رئيس الوزراء. لكن بصراحة أنا أتمنى أخي غمدان وأتمنى من الأخ رئيس الوزراء أن لا يتحول إلى محافظ لمحافظة عدن. على الأخ رئيس الوزراء أن يعزز عودة المحافظ وامتلاكه سلطاته والقيام بها، ليتفرغ الأخ رئيس الوزراء لبقية المحافظات المحررة. هذه نقطة أولى. الأمر الثاني، أنا بصراحة يعني آلمني قول الأخ غمدان عندما ذكر أن تعز كأنها تعاقب في موضوع المرتبات بسبب حصار الميليشيا وبسبب نهب الميليشيا لثرواتها ومواردها. طبعا طبيعي، مدينة محاصرة، منافذها محاصرة تحت سلطات الحوثيين، أكيد هي التي تجبي الضرائب وهي التي تجبي يعني الإيرادات الأخرى، وبالتالي تذهب بها حيث ما شاءت وتنهبها. الإخوة في الشرعية في الحكومة، وكلمة الأخ غمدان أنا أتمنى أن لا يكررها، يعني هذا شيء مؤلم. يعني أنت تعاقب اللي تعز الآن بسبب يعني معاقبون بالحصار ومعاقبون بخذلان التحالف. لحظة معلش شوية حبيبي غمدان، سأعود إليك أستاذ غمدان. تعز معاقبة بالحصار يرتكب فيها جرائم شبه يومية، ومعاقبة بخذلان التحالف ووعوده المتكررة بتحريرها
ونقصه لكل هذه الوعود. ثم يأتي الأخ الكريم غمدان ليذكرنا بأن سبب عدم صرف المرتبات عدم يعني توريد، من الذي سيورد يا أخي الكريم؟ الأمر الآخر في بقية المحافظات أيضا ليس الأمر كما ذكر أخونا الكريم غمدان بأن هناك، لا، لا زالت هناك أشهر لم يستلم الموظفون المدرسون المدنيون مرتباتهم. أما تعز فتشارف الآن السنة ولم تستلم مرتباتها. طيب أعود إليك أستاذ غمدان، هناك أكثر من نقطة، هناك نقطة مهمة جدا وهي مسألة أننا نرى بشكل كبير يعني رئيس الوزراء الأستاذ دكتور محمد أحمد عبيد بن دغر وهو يعني يقوم بافتتاح الكثير من الأشياء في عدن، يقوم بالتوجيه في عدن إلى آخره، لكن هناك غياب للسلطة المحلية وهي نقطة تحدث بها الأستاذ شوقي القاضي هنا، وهناك يعني حديث على أن الأعباء على الحكومة الآن ليست أعباء كبيرة، يعني حديث عن خطط استراتيجية وما شابه بما يقارن في الأيام العادية، هناك حاجة لأبسط الأشياء مثل المرتبات وما شابه، أين دور الحكومة من كل ذلك؟ أخي العزيز، أولا أكد لك أن الجمهورية اليمنية بأكملها كانت تعتمد على 75% من النفط الذي بات اليوم موقف بسبب الحرب الهمجية التي شنتها ميليشيات الحوثي وصالح. وبالنسبة لمحافظة تعز، أنا لم أقول أن أننا لم نصرف لها مرتبات، أؤكد لك أن الحكومة أرسلت مرتبات التربية والتعليم، ولكنها غير قادرة، وأنا أقول لك غير قادرة بسبب الإمكانيات المتاحة التي الحكومة تمر فيها في ظروف الصعب. وحين نعترف أننا غير قادرون بصرف مرتبات في محافظة تعز، المدينة التي صمدت، المدينة التي قادرة، التي حافظت على الجمهورية، المدينة التي تدفع التضحية، ليس معنا أننا نتخلى عنها، بالعكس نحن مسؤولين عن محافظة تعز، نحن مسؤولين عن محافظة صنعاء، نحن مسؤولين عن الحديدة، نحن مسؤولين عن صنعاء، نحن مسؤولين عن جميع المواطنين. نحن يوم ليل رئيس الوزراء وفخامة رئيس الجمهورية يبذلون كل الجهد والمساعي الدولية لإقناع الميليشيات الإنقلابية وإرغامهم على توريد الإيرادات. نحن يجب أن يكون هناك عمل أممي ومجتمع دولي يرغم هذه الميليشيات على إيراد هذه الإيرادات إلى البنك المركزي لكي تقوم الحكومة بإيفاء كل الالتزامات. حقيقة هناك ظروف صعبة تمر بها الحكومة، هناك أعباء كبيرة على الحكومة، مثلا أن احنا ندفع قيمة الوقود بنسبة 100% وبالدولار الأمريكي حتى لا تضعف قيمة العملة. بخصوص السؤال الثاني، السلطة المحلية متواجدة في العاصمة المؤقتة عدن، المحافظ كان قبل العيد موجود في عدن المحافظ عبد العزيز المزلعي يباشر عمله، رئيس الوزراء لم يزر يفتتح مقر إلا وكانت السلطة المحلية موجودة سواء ممثلة في المحافظ أو وكيل أول أحمد سالمي أو أعضاء السلطة المحلية الآخرين، ولكن معنوية الرئيس الوزراء في العاصمة المؤقتة عدن ويعتبر الرجل الثالث في الدولة، فالشيء فالكبيرة المعنوية لدى المواطنين ولدى الشعب في المحافظة المحررة أن يتواجد رئيس الوزراء بين الشعب وبين المواطنين، فهذا هي معنوية كبيرة. وكذلك الجهود التي تقوم بها الحكومة في العاصمة المؤقتة عدن كونها المحافظة الأولى في الجمهورية اليمنية بحكم أنها عاصمة ولا بد أن تحظى بالقيادة السياسية، فلا بد أن تكون كل أولويات الحكومة لعدن وباقي المحافظات المحررة، محافظة مأرب تنعم بالأمن والاستقرار، وكذلك حضرموت وجميع المحافظات. بخصوص السؤال بأن المدرسين لم يستلموا رواتبهم، غير صحيح. أنا أؤكد لك أخي العزيز أن جميع الموظفين المدنيين في جميع المحافظات المحررة لا يوجد لدينا موظف واحد دون أن يستلم راتبه، وبشكل آلي ودون أي توجيه. وفيكم تسأل وزارة المالية بذلك وهي توافيكم بكل الكشوفات اللازمة، وإنما التوجيهات كما أكرر لك إنها تكون في الجيش والأمن لبعض الصعوبات. السكرتير الصحفي لرئيس الوزراء كنت معنا عبر الهاتف من عدن أستاذ غمدان الشريف، شكرا جزيلا لك. بالعودة إليك أستاذ شوقي، قبل الذهاب إلى فصل أريد منك تعقيب بدقيقة حول ذلك. طبعا هناك نقاط، نحن نشكر الأخ رئيس الوزراء 100%، يعني من لا يشكر الناس لا يشكر الله، يعني في موضوع أن يتواجد على في أرض الوطن خير من كثير من وزرائه الذين ما عادوا يعرفون اليمن، أن يقوم بشيء خير من أن لا شيء. لكن أتمنى أن تكون أداء المهام أداء استراتيجيا، بمعنى لا يتحول المسؤول الكبير إلى مهام المسؤول الذي
غيره إلى مهام غيره. وبالتالي أنا أقدر كل هذه الأمور التي ذكرها، وأقدر أيضا الظروف التي تعمل بها الحكومة. لكن النقطة الأولى التي أكررها وأؤكدها أن دور الأخ رئيس الوزراء في هذه المرحلة بالنسبة لمحافظة عدن هو تعزيز وجود محافظ عدن وكافة المحافظين للمحافظات المحررة، ويتفرغ هو للأداء الأكبر، لأن هناك محافظات تحتاج إلى جهود الأخ رئيس الوزراء. تعز الآن تعيش ظروفا سيئة، يعني الأخ ذكر في موضوع المرتبات كلمات أحيانا متعارضة عندما قال أرسلنا ثم قال غير قادرين. ماذا أرسلوا بالضبط؟ الموظفون بعضهم إلى الآن أكثر من 10 أشهر بدون مرتبات، وبالتالي يعني نحتاج إلى كثير من العمل وكثير من التشخيص وكثير من المعالجات بعيدا عن والبحث عن المهاترات والبحث عن حلول. إذا سنذهب إلى فاصل قصير أستاذ شوقي، بعده نستمر في النقاش. مشاهدينا تفضلوا بالبقاء. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، بالعودة إليك أستاذ شوقي. كثير من يطرح يعني الشلل المؤسسي بالإضافة إلى يعني الأوضاع الصعبة التي تعيشها البلد، وربما عدم البحث عن حلول مختلفة عن ما اعتاد عليه. هناك أيضا هناك من يتحدث على غياب الرقابة البرلمانية، غياب السلطة التشريعية، ومن يحاسب هذه الحكومة بشكل دائم، من يعرف الملفات ويعرف المعلومات ويحاسبها بشكل دائم. أين هذا الدور برأيك؟ فعلا هذه قضية واضحة 100% يا أخي، ولهذا قلت في المقطع الأول أن عودة البرلمان صار الآن أمرا لزاما ومهما لتعزيز وجود الشرعية. الآن المواطن اليوم يفتقد في كثير من المحافظات المحررة إلى أبسط مع خدمات الدولة، وبالتالي هو لا يعترف الآن عندما نعلن نحن على سبيل المثال أو تعلن الشرعية بأنها صارت أو أصبحت تحكم أكثر من 80% من أرض اليمن. يعني أحيانا يتعاطى بعض الناس معها كنكتة، يعني أنا أريد أين هذه الخدمات التي يعني في المنطقة التي تسيطر عليها بالضبط. وجود البرلمان طبعا أمر مهم جدا جدا في تعزيز هذه الخدمات، لما ذكرناه سابقا بأن عضو البرلمان يمثل يعني دائرته الانتخابية ومجموعة من الناس بالضبط، ويحمل هموم يعني المواطنين إلى غير ذلك، وهو همزة الوصل بينه بين المواطن وبين الدولة، بين الخدمات وبين الشرعية. وبالتالي لابد من 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 من, من انعقاد البرلمان وعودته. هذا يدفع للتساؤل حول هذه النقطة، هذا القرار بيد من؟ أنتم كنتم في يعني اجتمع البرلمان، أعضاء من البرلمان في جدة مع التحالف العربي، مع قيادات في التحالف العربي، وأيضا اجتمع رؤساء الكتل البرلمانية مع رئيس الجمهورية. ما الذي يعني تم الوصول إليه؟ كان هناك تشكك في أن لا تمتلك الشرعية النصاب الكامل من أعضاء البرلمان. تنادى البرلمانيون، تنادى أعضاء البرلمان عن طريق نائب رئيس المجلس الأستاذ محمد علي الشدادي مشكورا، ورؤساء الكتل البرلمانية الداعمة للشرعية تنادوا للحضور والاجتماع في جدة. اجتمع النصاب، وأنا هنا أقول النصاب بعيدا عن الأرقام، اجتمع النصاب وزيادة، وبمقاربة أكثر اجتمع النصاب وزيادة 3 أعضاء، بمعنى أن الشرعية لديها النصاب الآن. الأعضاء البرلمان عندما تواجدوا في جدة، وبعضهم ربما لم يستطع الوصول إلى جدة لكنه أبدى استعداده للحضور حيثما سينعقد البرلمان داخل اليمن، طرحنا بدائل عدن، مأرب، حضرموت، المهرة، تعز، ما في مشكلة يعني في أي محافظة، خاصة من المحافظات ربما الآمنة. رمينا بالكرة الآن كبرلمانيين إلى ملعب الشرعية والتحالف. الشرعية توفر الجانب اللوجستي وإلى غير ذلك، التحالف بصراحة وأنا هنا أكررها يوفر الإرادة. إلى الآن المعيق أمام انعقاد البرلمان في المحافظات المحررة، لا أقول المعيق وإنما الذي لم يعني يقوم بواجبه، هو التحالف رقم واحد، لأن التحالف يقع عليه جانب الإرادة وتهيئة الجانب السياسي والجانب الموافقة. بعد ذلك التحالف إذا أراد ووافق وتحمس لذلك
وعرف ما الذي ستجنيه عودة الدولة، وهي لمصلحة التحالف في أن ينتصر التحالف في عودة الشرعية وتعزيز وجود الدولة ومؤسساتها كما وعد اليمنيين، حينئذ يمكن أن يقدم التحالف كثير من الدعم اللوجستي والدعم المادي والدعم الأمني وغير ذلك لانعقاد البرلمان. ولهذا الشرعية جزء لكن التحالف هو صاحب القرار. طيب سنعود إلى نقطة التحالف، لكن قبل ذلك دعنا نشرك معنا في الحوار المحلل السياسي الأستاذ عبد الناصر المودع الذي ينضم لنا عبر الهاتف من عمان. أهلا بك أستاذ عبد الناصر. أهلا بكم، حياكم الله. إذن أستاذ عبد الناصر، هناك عودة للحكومة الشرعية، هناك بالمقابل يعني رئاسة الوزراء وأعضاء من المجلس الوزاري إلى داخل عدن، لكن هناك بالمقابل غياب لرأس السلطة المحلية في عدن وفي عدد من المحافظات، كيف ترى الأمر من وجهة نظرك؟ أولا تحية لك وكل عام وأنت بخير، والأخ شوقي والجميع المشاهدين. العودة كما هو حاصل أنها عودة، أولا عودة خجولة، في نفس الوقت عودة دون مؤسسات دون وجود حقيقي. لا يكفي أن يرجع رئيس وزراء أو وزير أو غيره إلى مكان أيضا غير مهيأ لأن يكون مقر للدولة، معنى أن عدن ليست عاصمة حقيقية أو عاصمة مؤقتة للجمهورية اليمنية، لأنه كما تعرف منذ أن أصبحت تحت سيطرة بشكل نظري الحكومة لم تؤسس فيها المؤسسات تتبع الجمهورية اليمنية، وأسست مؤسسات مسخ، لا هي مؤسسات انفصالية 100% ولا هي مؤسسات تتبع الجمهورية اليمنية، وكما أنها مدينة غير مرحب بمعظم السكان اليمن الذين هم الشماليين فيها، جعلها أيضا لا يمكن أن نعتبرها مؤسسات أو عاصمة للجمهورية اليمنية. لهذا حاليا لا توجد عاصمة للجمهورية اليمنية حقيقية يمكن أن يتم فيها البناء المؤسسي. أيضا المؤسسات التي بتبنى في هذه المناطق هي أشبه بمؤسسات لمدينة عدن وليست للجمهورية اليمنية، أو نقول لمناطق جنوبية. معظم الأشخاص الذي يتم تعيينهم في هذه المؤسسات أو المكاتب ليسوا يعني معظمهم جنوبيين، ولا وهناك ما يشبه الحضر. لكن حتى المحافظ عبد العزيز المفلحي غادر يعني عدن ولم يعد مع رئيس الوزراء، ما يعني ما ملابسات هذا الامر، ما وراء كواليس هذا الحادث او في كواليس هذا الحادث؟ يعني ما فيش كواليس، مساله واضحه انه هناك فوضى وهناك فشل حقيقي يتحمله طبعا بالدرجه الاولى الرئيس هادي، ويتحمله بالدرجة الثانية الذي أوصل الرئيس هادي والذي منحه الغطاء حتى الآن، لأن الرجل هذه هي إمكانيته وليس لديه ما يقدمه أكثر من هذا. لا يجيد التأسيس، يجيد التفكيك كما هو حصل الآن، فكك اليمن وفكك كل مؤسسات الدولة اليمنية، لكنه لا يمتلك أي قدرة على أن ينشئ مؤسسات، وبالتالي لا نتوقع من أن يتغير فجأة وأن يصبح شخص آخر. غياب المحافظ هذه لا مخرجات وعدم تواجده، غياب المؤسسات وعدم فاعليتها هذه مخرجات لهذه المشكلة الأصلية. هذه هي المشكلة الأصلية وسنستمر في هذه طيب. المشكلة يعني عندما نتحدث أستاذ عبد الناصر، عندما يتحدث الرئيس عبد ربه منصور هادي على أن اليمن الاتحادي هو المشروع الذي يحمله، والآن نحن نشاهد نوع من يعني مركزية القرار بيده، بيد نائبه، وكذلك في عدن بيد رئيس الوزراء. رئيس الوزراء يفتتح مؤسسات، قد يقوم بهذه الأعمال التي يقوم بها محافظ المحافظة أو مسؤولين في السلطة المحلية. هذا الأمر هل يعطي نوعا من يعني الاشتباك لدى المتابع اليمني؟
حول مصداقية مشروع الدولة الاتحادية وما يجري على الأرض في هذا الظرف الاستثنائي بطبيعة الحال؟ أولاً هذه مشروع الدولة الاتحادية هو مشروع اخترعوه الذي يريد يفككوا الجمهورية اليمنية، وهو مشروع، والرئيس هادي هو مشروع بالنسبة له، لأنه مشروع يطول في بقائه في السلطة. الرجل ليس لديه أي نزعة لتفويض السلطة أو لمنح السلطة لغير أولاده وأسرته وأقاربه. الاستحواذ الشديد للسلطة وللموارد وللثروة عند الرئيس هادي لا تشبه أي رئيس آخر، وبالتالي الكلام عن دولة اتحادية والكلام عن إلغاء الإقصاء والتهميش والكلام الذي يردد ليس له أي وجود على الأرض. إضافة إلى ذلك، المركزية التي تتحدث عنها هي مقصودة ومتبعة، وعندما نقول المركزية نقصد بها الموارد والوظائف، وهذه الموارد هو الواقع الحال أنها تتم من خلال الاستحواذ على الموارد الشحيحة ووضعها في حسابات خاصة دون أن يكون هناك أي شكل من أشكال الرقابة ولا شكل من أشكال حتى الميزانية. يعني ما نعرف الآن أنه يتم بيع النفط أو الحصول على موارد معينة ثم توضع في أحيانا في حسابات غير حسابات البنك المركزي، نسمع أن هناك حسابات في بنوك سعودية وغيرها، ويتم التصرف بها من قبل الرئيس، من قبل أقارب الرئيس وأولاده، ومن قبل رئيس الوزراء وبعض المسؤولين، دون أن يكون هناك لا ميزانية ولا جهاز رقابي يشرف عليها، وبالتالي هذا وضع مثالي بالنسبة لهم. طيب إلى أين سيوصلنا ذلك برأيك؟ بسؤال أخير وبعجالة إذا سمحت. يعني هو قد وصلنا إلى كوارث وعدوا يستمر الكوارث، يعني هذا أمر واضح وبديهي، لا يمكن أنه يوصلنا إلى طريق معظم موظفي الدولة بدون رواتب بما فيها المناطق التي هي تحت سيطرتهم. تعز كم الناس في تعز يسمعوا وعود بأنها ستصل لهم رواتبهم، والآن أكثر من تقريبا العام وبعض الناس بالكاد استلموا راتبين. هذه الكوارث ستتفاقم وستستمر، وما دام الشعب اليمني وما دام الناس قاعدين يبرروا لهذه الحكومة الفاشلة ولا يفكروا ولا يطالبوا بتغييرها، وليس هناك من يقول له ارحل مثل ما قالوا لعلي عبد الله صالح، أو لا يتحملوا النتيجة وتحملوا المسؤولية، خاصة من ادعوا أنهم ثوار وقاموا بثورة وفي نفس الوقت يرون سلوك وممارسات عبد ربه منصور هادي تشبه سلوك علي عبد الله صالح وأسوأ، ولا أحد يقول له ارحل. يعني هنا هذه هي اللحظة الضرورية للقول لعبد ربه منصور مثل ما قلنا لعلي عبد الله صالح ارحل، بأنه عليه أن يرحل مثله مثل أي زعيم فاشل وسيء. أشكرك المحلل السياسي أستاذ عبد الناصر المودع، كنت معنا على الهاتف من عمان. أستاذ شوقي، يعني وضع يبدو سيئا جدا لدى الأستاذ عبد الناصر من خلال التحليل الذي قدمه، لكن هناك من يطرح أن دائما عندما نريد مقارنة الأمور نقارنها في حال يعني أحد الخيارين إذا ما تم قد يكون الآخر أسوأ، يعني نختار عادة أضع أهون الشرين كما يقولون. في ظل هذا الوضع كله، كيف يمكن وكنظرة إيجابية أن يتحسن الوضع في هذا يعني في المحافظات المحررة وفي غيرها؟ نعم، أولا من حق الأخ الزميل الصديق العزيز عبد الناصر أن يرى يعني من زاويته وأن ينتقد. صحيح، هذه رؤيته بالأخير، وأنا ربما هناك كلام كثير طرحه نتفق معه يعني بغض النظر عن بعض التفاصيل. على كل حال، من أين نبدأ؟ من أين نبدأ بالضبط؟ نبدأ يا أخي الكريم من الأمور التالية. نبدأ أولا من تمكين المحافظين من أعمالهم، ونبدأ ثانيا من عودة الحكومة كلها إلى المحافظات المحررة. بقاء ليس هناك مبرر الآن لبقاء الحكومة خارج اليمن، يعني إن احتجنا أحيانا لزيارات، لكن ينبغي الآن أن تعود الحكومة إلى المحافظات المحررة، وينبغي أن تنطلق الآن من المحافظات المحررة. ومعنى كلمة محافظة محررة ليس معناها معاشيق أو معناها المناطق الخضراء كما تعودنا أن نسمع بها. نحن نريد تحررت محافظة عدن، إذا تتحرر محافظة عدن من حدود لحق
إلى يعني حدود أبين مع كلها تكون اسمها عدن، وكذلك محافظات الأخرى أبين، وكذلك محافظات الأخرى إلى حضرموت والمهرة. هناك محافظات جاهزة الآن 100%. على سبيل المثال، لماذا لا يفعل دور محافظة المهرة بعودة بعض الوزراء إليها والعمل من هناك؟ يعني لماذا؟ لماذا لا تفعل المطارات؟ لدينا مطارات يعني في مناطق محررة 100%، ليس هناك مشكلة مطلقا، فلماذا يبقى الحصار الجوي على 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 اليمن دلوقتي. يعني اوكي، هناك لدينا صنعاء، لدينا انقلاب فيها، لدينا ميليشيات يهددون الامن كله والسلم كله الى غير ذلك، لتتم الاتفاقيات في كيف يفعل مطار صنعاء للحالات الانسانيه وغيرها، لكن هناك محافظات اخرى محرره، على اي اساس لا تتحرك مطاراتها ولا تفعل؟ يعني باختصار يا اخي الكريم، الاخ الوجع الذي طرحه الاخ عبد الناصر له مبرراته. ما هي الأسباب الآن؟ ما هي هذه الأسباب؟ يعني ما عدنا نفهم شيء. رئيس البنك المركزي أعلنها صراحة ونزل بذلك بيانا منشورا موقع من قبله باللغة الصريحة والفصيحة، ما تفسير ذلك؟ ولهذا لابد الآن واحد من عودة الحكومة إذا أردنا، يعني إذا يعني الرئيس الشرعي الآن الرئيس هادي والتحالف إذا أرادوا أن يثبتوا أنهم مع الشعب اليمني وأوفياء بالوعود التي كانوا بالأهداف التي أطلقوها بالضبط بالنسبة لهذه العملية، عليهم أولاً إعادة الحكومة يعني تعود إلى كامل يعني بكاملها إلى اليمن والمحافظات المحررة، المحافظون يتمكنون من أعمالهم، تعزز الشرعية بخدماتها في المحافظات المحررة. أنا أقسم لك يميناً أن المحافظين لو عادوا وعززت الشرعية وقدمت المحافظات، أن كثير من المحافظات التي تحت سلطة الإنقلابيين ربما تتفكك باتجاه الشرعية بصورة أو بأخرى، لأنهم سيشاهدون دولة، أن عادت إليهم دولة. بالله عليك الحديدة وصنعاء نفسها وغير ذلك من هذه وإب وغيرها من المحافظات التي تعبث بها الميليشيا، عندما يشاهدون الكل سيدعم الشرعية وربما عجلت بتحرير اليمن كلها. طيب، كنت سألتك على نقطة أو كنا نريد أن نتحدث أكثر في نقطة التحالف، الاجتماع الذي تم في جدة إلى ما خلص، ما الذي يمكن أن يبنى عليه؟ على بلاط هكذا خلص إلى أن النواب قالوا نحن جاهزون لعقد البرلمان، قدمت كما يقال رميت الكرة إلى ملعب الشرعية والتحالف بالتحديد، وكان اللقاء مع ولي عهد المملكة العربية السعودية ونائب الملك في حينها قبل يعني عود الملك، بوضوح هكذا أن البرلمان جاهز للانعقاد والكرة في ملعبكم، وأنا قلتها على قناتي يعني خليجيتين بصريح العبارة. وبالتالي نحن ننتظر الآن ما ستؤول إليه إرادة التحالف في موضوع البرلمان. أشكرك أستاذ شوقي القاضي، عضو البرلمان اليمني، كنت معنا في حلقة اليوم، شكرا جزيلا لك. كما هو الشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام ولجميع الضيوف الذين كانوا معنا في حلقة اليوم. في ختام هذه الحلقة تقبلوا تحياتي أنا وجيه السمان والزملاء محمد المقبل وأسامة عادل وكذلك منصور النقاش وجميع أفراد الطاقم الفني. إلى اللقاء.